السلام عليكم، اهلا بيكم على حدث اليوم، حلقه جديده. انا هاني، ولقاء يتجدد دايما بيكم. بسعد بلقائكم وتعليقاتكم، رجاء تفعيل الجرس والسبسكرايب ولايك. عزيزي المشاهد، كن كريما وشير في الجروبات، وايضا اعمل لايك للحلقه حتى يكون في امتداد لحلقات اكبر تخدم مصلحه العراق، السعوديه، مصر والخليج، للدعم لمواجهه الكيان الفارسي وايضا للكيان الاخواني. العراق بعد سقوط، يعني ما بعد التسريبات، التسريبات تؤدي لسقوط طهران من بغداد. هو ده العنوان الأمثل للحلقة. التسريبات دي ستؤدي لسقوط طهران ولكن من بغداد. العراق ما بعد التسريبات يختلف عما قبله. يعني إيه؟ يعني من يستخدم التسريبات هو لتجهيز المسرح العراقي للإجهاز على إيران وإضعافها أكتر من ضعفها. إذا تحدثنا عن التسريبات واللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى هو علي فاضل. الرجل ده صرح للحدث كلام مهم جدا، قال إن هناك من فاوضه ب2 مليون دولار لوقف التسريبات، وممكن تاخد 3 مليون دولار، ده عرض بقى، يعني 2 وتاخد عليهم 1. ممكن تاخد 3 مليون دولار لو كتبت تويتة تقول إن التسريبات دي مزيفة مفبركة. يعني هو هياخد مليون دولار زيادة قصاد تغريدة، أعتقد دي هتبقى أغلى تغريدة في العالم. أعتقد يعني دي أغلى تغريدة في العالم. من هنا بنعرف قد إيه إن التسريبات دي هددت الكيان الفارسي في العراق. هددت الكيان الفارسي في العراق. مش موضوع هددت الفاسدين، الفاسدين دول في الآخر بيتغيروا، هينتهوا، هيخلصوا، ولكن الشخص اللي كان بيفاوضه هو بيقوله أنه الملكي هو رئيس، يعني هو حاكم العراق، هو رئيس العراق، هما بيعتبروا كده. لكن التسريبات دي ستجهز على الملك وكل من يتعاون مع إيران داخل العراق. علي فاضل قال إن هناك تسريبات جديدة يتم تجهيزها، هو عنده تسريبات جديدة. هناك من يمد علي فاضل بتسريبات أخرى غير السابقة، وإنه يعني بيقوم على ترتيبها حتى يتم استخدامها بطريقة تؤدي لنتائج قوية. يعني الراجل همه وطنه، ولكن المؤكد هنا ان من يمد علي فاضل بالتسريبات متأكد من التسريبات بيتم استخدامها بطريقة ممنهجة للتخلص من النظام الإيراني، لكن من بغداد. تاني، بيتم استخدام التسريبات في جهات بتستخدم التسريبات عن طريق علي فاضل، ولكن للتخلص من النظام الإيراني لكن من بغداد. وهناك من يتم تجهيزه ليقود العراق. خدوا مني دي كده، يعني هناك شخص يتم تجهيزه في العراق سيقوم بقيادة العراق وتطهير العراق، ويكون بقى من المتعاونين المخلصين سواء من البعثيين أو من الجيش أو أيا كان، ولكن في شخص بيتم، هو جاهز يعني بيتم تجهيزه الآن إن هو سيظهر على السطح ولكن في وقت معين. العراق مع الأسف الدولة الوحيدة في العالم اللي نظمت عرض عسكري أو استعراض، بمعنى أدق استعراض للإرهاب. فاكرين العرض العسكري للحشد الشعبي اللي كان من 3 أيام واللي حضره رئيس وزراء العراق الكاظمي. لكن الملفت للنظر إنه العراق إنه بيكون الدولة الوحيدة في العالم اللي نظمت استعراض للإرهاب،
بحضور رئيس وزرائها. ماذا يعني ذلك؟ الكلام ده ما حصلش يعني على في الكرة الأرضية دي، ما حصلش إن في دولة رئيس وزرائها بيعمل عرض عسكري للإرهابيين. الدليل على كده شوفوا الحشد الشعبي، بلاش كده، اللي حضر مندوب عن الحوثيين القبلي أتى للحضور للعرض العسكري وكان جالس بجوار السفير الإيراني في بغداد، لأنه الحوثيين ما ينسوش فضل معسكر أشرف ده عليهم، لأن المعسكر ده هو اللي كان بيقوم بتدريب الحوثيين، ليه فضل على الحوثيين المعسكر ده، ده غير أن إيران ليها فضل على الحوثيين. كلام خطير جدا قاله قيس الخزعلي، بيؤكد في حديث ليه عبر مساحة على تويتر، قال أنه قرارات الكاظمي، ده الكلام ده بقى مهم جدا يعني، يؤكد الحلقة السابقة، بيقول أن قرارات الكاظمي رئيس الوزراء وتواقيعه يعني توقيعاته سيتم إلغائها فورا بعد تنصيب الحكومة الجديدة، حيث تغيير كل قراراته لأنها غير قانونية. أول مرة أشوف أن حكومة يكون فيها قرارات تيجي اللي بعد منها يقول لك أن دي غير قانونية فتلغي القرارات. لكن العراق طبعا عشان خاطر الفساد والنظام الإيراني اللي هو موجود فيه، فأنت بتشوف فيه العجب العجاب يعني. فطب هم يقصدوا إيه من الكلام ده؟ يعني يقصدوا يعني هم بيشيروا لإيه؟ ده الكلام المهم والخطير. هنا بيشير النظام الإيراني عبر متحدثهم قيس الخزعلي في العراق إن كل قرارات الكاظمي تعتبر لاغية وغير قانونية، في إشارة للربط الكهربائي العراقي اللي هو مرتبط بالمنظومة الكهربائية في دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية، وهي إحدى قرارات قمة جدة. يعني قمة جدة كان فيها قرارات مع العراق بأنه هيتم ربط الخليج الكهرباء الخليج بالعراق بمنظومة يعني بمنظومة الكهرباء الخليجية. هنا إيران تريد اكتمال امتصاص ما تبقى من خيرات العراق التي لا تنضب، يعني خيرات العراق لا تنضب إن شاء الله، وأيضا السعودية والخليج لن يتركوا إيران في العراق، ده أمر لا جدال فيه. علي فاضل على فكرة اللي هو الشخص اللي هو بيحمل على كتفيه التسريبات، وعلى فكرة هو طبعا حياته مهددة طبعا، الرجل ده نادر يعني، وان هو يعني الرجل ده حاطط حياته من اجل كلمة الحق، وصاحب مسؤولية على فكرة، وصاحب مسؤولية تجاه الظلم اللي هو الظلم اللي بيشوفه العراق، الظلم اللي بيشوفه العراق من الاحزاب والميليشيات. لكن أعتقد أن التسريبات دي القادمة ستجهز أو ستؤدي لتجهيز المسرح في العراق لما هو قادم، يعني اللي فات شيء واللي جاي شيء تاني. التسريبات اللي جاية هتكون أقوى من اللي فاتت، علي فاضل قال كده على فكرة. هم بقى الملكي والشلة بتاعته يعني الناس السنة كلها تغني زي ما هي عايزة، لكن في الآخر الشعب العراقي أو الناس كلها أنها تسمع التسريبات، وهيكون فيها في فرق من أنت تبقى عارف الناس دي فاسدة، فرق أن أنت تسمع فضيحهم. الأمر هنا بيتكرر بصورة تانية لنسخة الإخوان المسلمين في مصر 2013 نفس الموضوع، كوبي بيست نفس الموضوع. هناك من كان هناك على قناة في جمهورية مصر العربية، قناة اسمها القاهرة والناس، كان فيها صحفي شهير جدا عمل حلقات لمدة حوالي 4 أو 5 أشهر تقريبا، تسريبات لي تسجيلات للإخوان، مش الإخوان بس، والطابور الخامس اللي هو أمريكا كانت بتستخدمه يسند الإخوان بطريقة غير مباشرة. تم تسخين الوضع مع حركة تمرد، قام الجيش طهر البلد من الإخوان، نفس الموضوع نفس التسريبات.
بيقوم بيها علي فاضل دلوقتي. هو نفس الشخص، مش نفس الشخص يعني، نفس الطريقه، الشخص اللي هنا نفس الموضوع بيتكرر بعد 10 سنين او 9 سنوات تقريبا، بيتكرر بالظبط. وهناك من يتم تجهيزه في العراق للمره الثانيه، انه هيظهر فجاه في سخونه الاحداث بعد ما التسريبات تؤدي الى يعني تجهيز المسرح بطريقه معينه، ده هيظهر ويبان. والتسريبات ستؤدي لسقوط طهران ولكن من بغداد. العراق الايران تراهن على المالكي. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، المالكي مش هو يعني مش اللي خليه يتحكم في ان هو يتولى العراق، ايران، ولا حد في العراق. الغريبه في الامر ان السفيره الامريكيه ما لهاش رغبه في ان الملك، او امريكا نفسها ما لهاش رغبه في ان الملك يجي. ده على فكره من ايام جون كيري وزير الخارجيه، يعني من ايام اوباما، مش عايزين الملك يجي يكمل، كان لهم رغبه. ده في بقى تسريبات يعني حصلت ليه صحفي امريكي اتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل كبيره جدا، ممكن نتكلم فيها في حلقه تانية. كانوا عايزين يجيبوا الملكي بعد 2014، يعني بعد ما هو سهل موضوع داعش والكلام ده كله، والعراق سقط بطريقة يعني كانت تمثيلية كبيرة جدا، وإن هي ابتدى يظهر داعش. ولكن في الأخير إنه واضح إن أمريكا ملهاش رغبة، أو القوة أو النظام العالمي الجديد مش عايز الملكي، مش عايز. الأمور هنا مختلفة خالص، مش أمريكا نفسها اللي هي اليساريين اللي هي الدولة العميقة في أمريكا اللي هم الديمقراطيين موجود، لا، في ما يعني يتحكم في ذلك، في أكبر من اللي بيتحكم في ذلك. فهنا الوضع في العراق هنا مختلف تماما، الأمر هنا هيكون في مسرح تاني جديد، مشاهد جديدة ما شفناهاش، صعب إن الناس هتستوعبها أو تصدقها أو إن هي يعني تقول إن الأمور هيمشي زي ما هو عايزين. إيران بتتحكم في العراق ولكن الأمور مش هتمشي زي ما كان سابق قبل كده، الأمور هتبقى مختلفة خالص، ويعلم ذلك ناس كتيرة جدا. اللي خلى الكاظمي إن هو يشتري عقار، يعني يشتري يعني عقار كبير جدا في لندن، وإن هو بيجهز نفسه مش عشان خاطر إن هو بعد ما يطلع من الحكومة دي، إن هو لا، هو عارف إنه ما ممكن يطلع الحكومة يفضل برضه في العراق، لكن هو عارف إن اللي جاي في العراق، لا، العراق اللي جاي في العراق أقوى من الناس اللي موجودة دلوقتي، لكن هم بيحاولوا يتمسكوا بأوامر من إيران، بيحاولوا يتمسكوا لأن هم بيستفيدوا قوي من السرقة والفساد، لكن هم عارفين إن العاصفة اللي جاية هتبقى أقوى منهم. يعني أنت عندك إحساس بأن العاصفة قوية جدا، لكن الفساد اللي أنت يعني اللي هو متملك منك واللي أنت بتستخدمه خلاص بقى هو طاغي على عقلك بنسبة 80-90%، لكن أنت عندك إشارات وعارف كويس جدا ان العاصفه جايه جدا وقويه جدا، لكن كويس ان ربنا يعني عامي بصيرتهم بطريقه يعني كبيره جدا. في الاخير انه حتى يعني الناس دي لو جت واتحكمت، حتى يتشفى العراقيين في اللي تسببوا فيه قتلهم، واللي تسببوا فيه فقرهم، واللي تسببوا فيه ان العراق اللي كان يعني سله غذاء بقى يعني جعان. ده الكلام ده يعني الكلام ده الواحد ما يصدقهوش، ولكن لما يكون شر زي إيران استولى على العراق في الآخر أدى إلى ما نحن فيه في العراق طوال 20 عاما تقريبا أو 19 سنة. في الأخير إنه سقوط إيران هيكون من بغداد، والتسريبات ستجهز المسرح لذلك. القادم أشد، العاصفة قوية جدا، ننتظر بإذن الله وهنشوف نظام الملالي سيذهب مع العاصفة التي تقتلع من العراق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.